نتواصل بالمحبة نتواصل الحكي بيضل وبنعطيك الخلاصة يابا وبنعطيك الخلاصة الو 3 2 1 اكشن اكشن اوعك الحق قلت لكم بلازم الحلقه هاي اسمع الكلام هذا وبلام على وليد وليد يا اخوان عشان بدنا نبدا نعمل كات على الساعه 11 نعمل كات حبيبي بطاريتي حتخلص حلف والله يلا طيب الضوي هاي ارفع الهدوم كيف لابسين ازرق قاعدين هون هاي حسون كيف لابسين ازرق قاعدين هون 3 2 1 اكشن وفي دارك يا ابو الوالد تجمعنا في هاللمه الحلوه واستمتعنا وفي دارك يا ابو الوالد تجمعنا في هاللمه مش هيك من احنا نعم يا اخوي يا في دارك يا ابو الوالي لمعنا في هاللمه الحلو استمتعنا صح بس بلاستيك والخرطوم والله فعلا قوية هلا والبر في امان احنا ما نكت خلصت ها ولا لا ندخل على خط شم القديق روح موبايلي هناك اوكي بس اخذه على الخفيف لا هون يا سلام لا يسمع مجاك عشان هذا الدايت والله ماما بتعرف عنا انا وياك يا زلمه شو موضوع الحلقه انا ايش ما تتفق انا وياه رايحين على مستشفى الاسنان راجعين من الاسنان جد نبلش الحلقه عن الاسنان نظيف الاسنان بس وين اهميه الاسنان 5 4 3 2 1 صومين صح صح برا لا 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 وين جد لا يا عصوم يعني قصدك انه انا مو قوي شوف 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 اجين يا جماعة أنا بقول إيش في؟ رياضة عم بعمل رياضة احلف أنت وصل مزح إلا شوي لا لا أنا وبره أنا يلا يلا أنا تعبان مريض لا لا عشان أنا مريض أنا معاكم أوكي واحد اثنين شو لازم تسوي؟ أي شيء واحد اثنين ثلاثة هيك ها واحد خبك هلا هلا بالجمهور حبيبي هلا حياكم شباب انا والله هلا تفضل على المعرض شباب سلم يا عمو السلام عليكم شرفتونا يا حياكم الله يا هلا يا هلا حي الله حج يا مرحبا فيك نور والله والله الله يسلمك اليوم الحلقه ما حكيت منها ثقه مايكك شغال بس مش طالع احمر لسه مو طالع احمر لسه ماشي هيك فبدك تعمل كات يعني اوكي كات يلا عصوم عصوم نظف شيء الاشياء على المطبخ على المطبخ ساعد جناوي يلا جناوي في لكم ولد ضايع هون كانه ايه ايش هلا والبر
لقيناه مصر تحت بيبيع فراش اسنان. تعال تعال هارب انت في فرشاة اسنان صح؟ تعال هون تعال اياد فوصلني يا زلمة اسنان يا عم. ايش في كمان؟ عندك مسكن؟ اي مسكن؟ اها حكيت لكم حكيت لكم انه يا جماعة الخير هو طبعا انا بعرف انه مسكن منه كمان حبة انا مسكن اعطيه حبة كيكة مسكن بسرعة حبة كيكة مسكن عصوم عصوم كيكة مسكن من جوا حبة فيها اللمة الحلوة استمتعنا يا ما فيها اللمة الحلوة استمتعنا ها فيها اللمة الحلوة يلا جاهزين يلا جاهزين 5 4 3 2 1 اكشن يابا في دارك يا ابو الوالد تجمعنا في هاللمة الحلوة استمتعنا في هاللمة يا شباب احنا بعيد المقطع الاخر الثاني في هاللمة الحلوة استمتعنا اللي ضاوب الموبايل وطفيه اخوان سايلنت يلا انا لما بعطس دايما بستخدم منديل كتير كتير احسن وما اله مزيد يلا انا لما بعطس دايما بستخدم منديل كتير كتير احسن وما اله مزيد هاتسو 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 بس هاي بنحكي هذه لبراء عشان انه يلا يلا بعدين بقول لكم نروح على المطبخ نعمل نشوي ابصر هلا حبلش بعطسه الحلقه يا بطابن باللولان تعال